قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لم يقل الله عز وجل أنهم لا يبيعون ولا يتجرون ولا يعملون ولا يكسبون، لكن قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الصلاة من أعظم الشعائر. لما ذكر الله سبحانه الأسباب التي صار بها المؤمنون مفلحين، ذكر هذه الأسباب، فذكر أولها الخشوع في الصلاة وآخرها المحافظة على الصلاة. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ صفاتهم بذكر الخشوع في الصلاة، وختم صفاتهم أيضا بالمحافظة على الصلاة. وإن من حافظ على الصلاة وأداها كما أمر الله عز وجل وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أثر الصلاة عليه، تجد فيه الوقار والهيبة وطمأنينة النفس والنور في القلب والضياء في الوجه والسكينة في الطبع، فتجده دائما حسن الخلق كريم النفس طيب التعامل مع الناس. وإن اختل شيء من ذلك فلخلل في صلاته، كما قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله تعالى في الصلاة أكبر ما في الصلاة. أعظم شيء في الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فمن شرف هذه الصلاة ومن عظمها أن الله تعالى لم يفرض على العباد فريضة إلا عن طريق الوحي إلا هذه الصلاة. قال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الصلاة فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير واسطة الوحي، فأعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرض الله عليه الصلاة في أعلى مكان يبلغه البشر، فخاطبه الله تعالى كفاحا وفرض عليه الصلاة في تلك الليلة العظيمة في ليلة المعراج. ومن شرف هذه الصلاة، قال العلامة الفوزان، من شرفها أنها محل اهتمام الأنبياء. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإسماعيل عليه السلام قال عنه الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه لمريم عليه السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك
واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الأجل والأعظم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فمن شرف هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها أمورا تدل على شرفها. أولا، شرع الله تبارك وتعالى الأذان للإعلام بالصلاة، فهو أذان لها، إعلام لها، وهو شعيرة من شعائر المسلمين الظاهرة التي تعرف بها البلاد المسلمة. فشرع الله تعالى لها الأذان، وشرع الله للصلاة الطهارة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا ثم ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شرع الله لها الطهارة، شرع الله لها استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن عظم هذه الصلاة أن المشي إلى الصلاة عبادة، وانتظار الصلاة رباط في سبيل الله. ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كمثل النهر الجاري بباب أحدنا، زي النهر اللي جاري قدام بيتكم، يغفر الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. قال: لو أن، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 3 مرات أو 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله تعالى بهن الخطايا. هذا من عظم الصلاة ومن مكانة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها يا بلال، كما هو لسان حال كثير من الناس يتعاملون مع الصلاة من باب أرحنا منها، يصلي ليرتاح وليؤدي الفريضة. ولذلك إن من يعلم عظم هذه الشعيرة ومن يعلم مكانتها يحافظ عليها ويؤديها. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله فرض على نبيكم سنن الهدى، وإنهن سنن الهدى. ولو أنكم تصلون في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وحتى يقف في الصف. فلذلك عباد الله، إن من تعظيم شعائر الله أن يعظم الإنسان الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له في الإسلام. لما طعن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وهو يموت ويعاني سكرات الموت، أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال سبحانه:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم. قال تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ديل ما تركوا الصلاة لكن بيسهو عنا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: هو ألا يصلي العصر حتى يدخل المغرب، ولا يصلي المغرب حتى يدخل العشاء، ولا يصلي العشاء حتى يدخل الفجر، وهكذا يضيع الصلاة عن وقتها. فويل له. والويل واد في جهنم، قيل لو أدخلت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، وقيل واد بعيد قعره خبيث طعمه. فويل للمصلين أي المفرطين في الصلاة حتى يضيع وقتها، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين: إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله تبارك وتعالى. وكم من الناس لا يصلي، كم من الناس لا يصلي، كم من الناس مات ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كيف يستعين الإنسان الذي لا يصلي على أمور الدنيا؟ والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كيف يستعين الإنسان على أمور الدنيا وعلى هموم الدنيا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يجد فيها راحة. ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر وعلق على القصة العلامة العثيمين قصة عروة ابن الزبير عليه رحمة الله وهو من كبار التابعين، لما أرادوا أن يقطعوا له رجله أصابها مرض، فقال لهم: دعوني أدخل في الصلاة فلا أشعر بعد ذلك بشيء. فلما دخل في الصلاة وخشع قطعت رجله وهو لا يشعر بشيء. انظر كيف يخشع المؤمنون في أداء الصلاة. وسقط ذات يوم جزء أو عمود من المسجد وعمر بن الخطاب يصلي ولم يشعر بشيء. هكذا كان المؤمنون يخشعون في الصلاة، وبقدر خشوع الإنسان في الصلاة يحصل له من الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، الواجب المحافظة على الصلاة ويربى الأبناء على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة، علموهم الصلاة وهم أبناء سبع، لو وصل عشر سنوات وما بيصلي أضربوا. قال ابن عثيمين: وهذا من أساليب التربية، ولا تشتغل بما يقوله المخذلون، أضرب على الصلاة وهو ابن عشر سنوات حتى يتربى عليها ويقم على الصلاة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، والمحافظة عليها تدل على الإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كم الآن من أبناء المسلمين وممن يقولون نحن مسلمون وهم لا يصلون، ما بيصلي ولا يأتون إلى المساجد ولا يدخلون المساجد، بل يستهزئون من المصلين ويتلاعبون بالصلاة. واعلم لا إسلام لمن لا صلاة له، ليس له إسلام ولا وجه له يلقى به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. واختلف العلماء في كفر صاحبها، والراجح كفره، لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلم والكافر. كيف يكون مسلم أو يكون مسلما وهو لم يركع لله ولم يسجد إطلاقا؟ كيف يكون هذا مسلما؟ كيف يكون مسلم وهو لا يصلي؟ الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة يؤدب ويضرب ويسجن في أقل الأحوال، بل ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد على أنه يقتل، واختلفوا هل يقتل ردة أم حد من الحدود، فذهب مالك والشافعي على أنه يقتل حدا من الحدود، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يسجن ويعذب ويضرب، فإن تاب وإلا حبس حتى يموت. وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لو ما يقتل لما يموت يقتل، وبعد أن يقتل لا يدفن في مغابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، بل يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين، وتطلق زوجته منه لو كان حيا، ولا ترثه ورثته. وهذا القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة، بل هذا الذي عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ليس له عهد عند الله، خارج عن ملة الإسلام، كيف لا يصلي؟ واللي بيمنع من الصلاة شنو؟ شنو اللي بيمنع من الصلاة؟ في ناس يقول لك ما في وقت، هل دي حجة لك أمام الله عز وجل؟ في ناس يقول لك احنا لسه صغار، في ناس يقول لك الموت لسه بعيد. يا ناس، فليتق الله الناس، فليتق الله سبحانه. وأنت تقرأ في القرآن أن من أسباب دخول النار كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دخلتوا النار ليه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. انتبه، الموت غريب، الآجال غير معروفة، حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة،
فلا إسلام لمن ترك الصلاة. وانصح أهلك، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة خير للإنسان في الدنيا والآخرة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خسرت أو إن فسدت فقد خاب وخسر. فلذلك أحبتي الكرام، علينا بالمحافظة على الصلاة، وأن نعلم أبناءنا الصلاة، وأن نصبر عليها، وأن نؤدي الصلاة كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالخشوع والطمأنينة، وأن نؤديها بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلين، من الذين يخافون الله تبارك وتعالى، ومن المؤمنين حقا. نسأله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.